مساء الخير، إن شاء الله تكونوا تمام ودراستكم تمام. بالنسبة لهون احنا حكيت لكم ارجعوا للفيديو اللي موجود بالبوست، تمام؟ فاللي حنشرحه بهاي الصفحة انه كل الملخص اللي فوق حنشرحه هنا بفيجر، تمام؟ انه كيف صار عنا كيف السيمباتيك تحرك وكيف يعني السيمباتيك طلع عنا بروتين، اللي هو البروتين هذا بنسميه اللي هو عبارة عن الادرينيجيك بروتينز، تمام؟ هذا الادرينيجيك بروتين اللي هو بدنا نعرف بس انه هيا تقروا لي هاي انه هو عبارة part of G protein coupled receptors، تمام؟ هو بنضم لهاي الفصيلة، بس هذا أهم إشي فيها. تمام، حنبلش فيها. أول إشي بنفرز، أول إشي بصنع لنا السيمباتيك، تمام؟ السيمباتيك حتفرز لنا بروتين. البروتين هو عبارة عن الأدرينيرجيك بروتينز. هذا هو البروتينز، هذا بيرتبط بمين؟ بيرتبط بإشي ريسبترز. شو بنسمي ريسبترز هاي؟ بنسميها بيتا 1. بيتا 1 وين موجودة؟ هاي موجودة بالسيل ممبرين للكارديك مصر، تمام؟ أول إشي هذا الارتباط أكيد شو راح يعمل؟ راح حفز لنا إنه يصير عندنا نقل للمعلومات، إنه والله يلا بدي إياك تشتغلي، تمام؟ فهذا شيء شو حيحفز؟ حيحفز سكند مسنجر، وبنعرف انه البروتينات هي عندنا اول شيء عندنا مسنجرين، تمام؟ اما فيرست مسنجر او سكند مسنجر. فاللي هنا اللي هو عباره عن السايكليك اي ام بي هو عباره عن سكند مسنجر. هذا السكند مسنجر شو راح يعمل؟ اول شيء هذا نتيجه انه وصل سكند مسنجر، تمام؟ فعن المسج السكند مسنجر اللي هو سايكليك اي ام بي، فهسه حيصير عندنا اللي هو عباره عن فوسفوليريشن. هسه الفوسفوليريشن هسه هي عباره يعني اي بروتين بدك اياه يشتغل، يعني هو عباره عن بيسك يونت، يعني هو بحكوها انه بيسك لاي يعني اي بروتين بدك اياه بيسك فانكشن انه يشتغل، بنعمل له فسفره. شو يعني فسفره؟ انه نضيف عليه ادينج فوسفيت جروب يعني للبروتين هذا، تمام؟ ما عدا مثلا احنا حكينا ايام من دكتور عثمان انه عندنا من السكيلتال مسل، السكيلتال مسل لحتى مثلا كونتراكشن احنا ماشي بحاجه انه يصير لنا فوسفوليريشن، بينما بالكارديك مسل لا، كنا بنقول بحتاج. وبالسموث مسل حكينا انه احنا بنحتاج والله انه يصير لنا فوسفوليريشن، تمام؟ فهي هسه الفوسفوليريشن هاي شو حتصير؟ كالاتي. اللي حيصير كالاتي هسه ريزلت اوف فوسفوليريشن of، تمام؟ حيعمل لنا فوسفوليريشن لاشيين اللي هو فولتج جيتد كالسيوم شانلز اللي هي موجوده وين؟ الموجوده على السيل ممبرين ده الكارديك مصر اللي هي بتكون برا، تمام؟ واحنا حكينا الكالسيوم وين بيكون تركيزه اكثر؟ بيكون تركيزه اكثر برا. لما يكون تركيزه اكثر برا هذا الاشي راح يدخل الكالسيوم لجوا، تمام؟ هسه الكالسيوم صار اكثر ببلش يدخل، بعطيها تحفيز والله يلا عملت لك فوسفوليريشن، يلا افتحي لي خليني ادخل الكالسيوم. هسه هي بتعمل لك اوبن تايم انكريز، بيرفع انه وقت دخولها، فهي بتبلش تدخل، تمام؟ هسه بس تبلش لازم روحي، هسه بس تبلش تدخل هي بصير عندنا كالسيوم انتري فروم اكسترا سيلولر فلويد. شو يعني اكسترا سيلولر فلويد؟ يعني اللي هي المنطقه الخارجيه لبرا، تمام؟ فهذا الاشي دخل لنا كالسيوم زياده، تمام؟ هسه جوا احنا حكينا جوا، هسه لما يدخل كثير كالسيوم لجوا بيعمل لنا على الساركوبلازميك ريتيكولوم، تذكروها اللي هي اس ار، اللي هي الكي وورد تبعتها اس ار، ساركوبلازميك ريتيكولوم، تمام؟ اللي هي الشبكه الاندوبلازميه، الشبكه الاندوبلازميه والله انا بحتاج كالسيوم يلا افرزي لي. فالشبكه الاندوبلازميه بتفرز لنا كالسيوم، طبعا هذا الكالسيوم هو راح يزيد شو هياتها. مشينا لهون الكالسيوم عمل لنا ستور بالساركوبلازميك ريتيكولوم، هسه لما صار عندنا بلش انكريز لايفلكس للكالسيوم فروم ساركوبلازميك ريتيكولوم شو راح يعمل لنا؟ هي سميناها بالسبارك، تمام؟ اللي هو والله عندنا زاد الكالسيوم انسايد ذا سيل، تمام؟ هو راح يفرز لنا الكالسيوم، اول ما يفرز لنا الكالسيوم راح يعمل لنا فورسفول كونتراكشن، راح يعمل لنا انقباضات، تمام؟ هسه بجهه ثانيه هسه هو بحكي لك انه والله كيف بصير عندنا ينبض بسرعه، يعني كيف بصير عندنا القلب ينبض بسرعه، ايش هالشيء العظيم، تمام؟ هسه من السايد هذا احنا عرفنا كيف صار عندنا انكريز وكيف دخل يعني خلاها انه السمباتيك انه استعجلي يلا افرزي لي بسرعه، تمام؟ هسه دائما عندنا يعني اي شيء contraction followed by relaxation، تمام؟ هسه انقبض، تمام؟ هو لما انقبض هسه بده يرتخي، الارتخي هون بنيجي على شيء بنسميه اللي هي فوسفولامبان، تمام؟ فوسفولامبان هو عباره عن بروتين، تمام؟ هذا البروتين عمل لنا فوسفوليريشن، تمام؟ للفوسفولامبان اول شيء هذا بتذكروا لي هالشغله يا اخوان، تعالوا خلينا نرجع هون شوي، يلا تعالوا
تذكروا لي انه لما حكينا والله عندنا شيء بنسميها الكالسيوم اتيبيز سارك بلازم كريتيكولوم، هاي الكالسيوم اتيبيز اللي هي بتيجي وين؟ اللي بتيجي على سارك بلازم كريتيكولوم، اللي هي شو وظيفتها؟ هي عبارة pool that exists calcium from inside the cardiac cell، تمام؟ اللي هي بتسحب من الكالسيوم، تسحب الكالسيوم اللي موجود بطم. احنا حكينا انه عندنا طريقتين بنشيل فيهم الكالسيوم الاكسس الموجود وين؟ بالكارديك مسل، بالكارديك سيل، سوري انسايد كارديك سيل. فطريقتين، اما بصير عندنا اكسشينج بين الكالسيوم والصوديوم، او الشيء الثاني اللي هو عباره عن كالسيوم اتيبيز بامب اللي هي وظيفتها حكينا انها تسحب شوية بوتاسيوم شوية كالسيوم موجود في inside the cell، تمام. هسه هاي شو هتعمل ATPase of sarcoplasmic reticulum؟ هي هتعمل remove، هياتها هتعمل لك remove from cytosol، طبعا هو الموجود بالcytosol الكالسيوم faster، هتسرع انه يلا بتحكي للكالسيوم اسحب اسحب سريع اسحب ارجع لورا ارجع ادخل لي للsarcoplasmic reticulum ارجع ادخل ليها بسرعة بسرعة. فهذا الاشي طبعا راح يقلل اللي هي التروبونين والبيندينج تبعونهم المرتبط فيهم، الوقت اللي برتبط بال يعني حيرجع شو بحكوا حيرجع يتغطى مره ثانيه. هسه احنا بنعرف ان التروبونين والميوس التروبوميوسين، تمام، التروبوميوسين هو بيغطي على المكان اللي برتبط بين الاكتين والميوسين، تمام، فهو برتبط بالتروبوميوسين بحركه فبرتبط الاكتين. هسه هذا المكان برجع بتسكر مره ثانيه، تمام، برجع بتسكر مره ثانيه فبيغطى على مكان ارتباط الكالسيوم، الكالسيوم بتسحب حالها وبترجع ترجع للساركوبلازميك ريتيكولوم. وهذا الشيء راح يعملنا shorter duration of contraction، راح يقلل مده الانقباض. يعني الخلاصه دخل بسرعه رد خرج بسرعه، اكيد راح يعملنا contraction سريع. يعني بالعقل احنا دخلنا بسرعه عملنا contraction سريع طلعناه بسرعه، هيعمل شو ريلاكسيشن سريع، فهذا عملنا one pitch يعني فاستر، تمام. فهو وظيفة السمباتيك انه هو عبارة عن اشي سريع، تمام، هو اشي بسرع سريع سريع سريع، يلا اشتغل بسرعة اشتغل بسرعة وبس. يعني امثلكوا اياه بشغلة، هسا الابينفرين والنون ابينفرين هذول متى بيشتغلوا؟ اللي هي سمباتيك متى بتشتغل؟ افرض حالك انت بني ادم عصبت او توترت، يعني اسمع نزلت عهوش، تمام، فهذا بيشتغل عندك من اعراضه، يعني اشهر اعراضه، مش اشهر اعراضه، يعني اشهر الافكت تبعونه تاثيراته انك انت الهيرت ريت تبعك ببلش ينبض بسرعه، فهمت؟ فليش بنبض بسرعه؟ بسبب هذا اللي شرحناه كلياته. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ونلتقيكم في فيديو جديد ان شاء الله. جود لك.